السلام عليكم. احكي لي النهارده عن ابلاي كيسز عن انتيبيوتكس مجموعه النيوكليك اسيد سينثيسيس انهبيتورز ومجموعه البوليت انتاجونست. اول سؤال بيقول لو عندي تشايلد اقل من 18 سنه ليه ما ينفعش اديله كينولونز؟ مجموعه الكينولونز بتعمل ايه وهي كونترا انديكيتد للاطفال اقل من 18 سنه ليه؟ هل لأنها بتعمل أرثروباثي ولا دونت كروس السيركوسباينال فلويد ولا بتعمل أبلاستيك أنيميا ولا بتعمل أوتوتوكسيستي؟ طبعا خلاص احنا حفظنا إن اللي بيعمل أوتوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي هو البانكومايسين والأمينوجلايكوزايد، اللي بيعمل أبلاستيك أنيميا هو الكلورامفينيكول، اللي بيعمل تيز ديسكلريشن للتيز هيبقى التتراسايكلين. نفتكرها حتى بنقول تيس ديسكلاريشن، تي لتر اولها لتر تي بيعملها تترا سايكلين اوله تي برضو. برضو نفتكر الكينولونز اللي هي مثل الادويه بتاعتها اللي هو السيبوفلوكساسين مثلا بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها ارثروباثي. يبقى هنا التشويس الصح هو الارثروباثي. بعد كده بيسأل which adverse effect is most likely to occur with sulfonamides. السلفونامايدز هل هي بتعمل بانكوني سيندروم، هيماتوريا، كرونيكتروس في النيو بورن، ولا نيورولوجيك ديسفانكشن، ولا سكين راش او سكين رياكشنز؟ هو هنا بيسأل the most likely adverse effect للسلفونامايد. اي حاجة فيها سلفة، لو نفتكر ان احنا كنا بنخاف قوي من ايه، من هايبر سنسيتيفيتي رياكشن لأي حاجة فيها سلفة، فهو ده أوله بنقول إيه سلفونامايد. هيبقى التشويس الصح عندي هنا إن هو بيعمل لي سكين راش أو سكين رياكشنز. زي ما شفنا هنا the most common adverse effect للسلفونامايد هو السكين راش نتيجة الهايبر سنسيتيفيتي. النيورولوجيكال ديسفانكشن والهيماتوريا بتبقى less frequently. هو هنا كان السؤال the most common. برضو هي سلفونامايدز are usually avoided في الثيرد تريمستر من البريجنانسي او النيونات، فبالتالي الكرونيكتراس في النيو بورنز ده مش هيبقى رير. البانكوني سيندروم ده بيكون اسوشيتد مع التتراسايكلين، فكده التشويس بتاعها هيبقى السكين رياكشن او السكين داش مع السلفونامايدز. بعد كده بيسأل على which statement about the fluoroquinolones is accurate. بيسأل على مجموعة الكينولونز، هل هي is a drug of choice for treatment of an uncomplicated UTI في 7 year old girl؟ هل هي الانتاسيد بيزود الأورال بايوأفيلابيلتي بتاعتها؟ هل هي بتبايند للبنسلين بايندينج بروتينز؟ هل هي one of the nucleic acid synthase inhibitors؟ هل هي contraindicated في patients عندهم hepatic dysfunction؟ هنلاقي هنا لو حلينا زي ما اتفقنا ان احنا بنحل بالاكسكلوجن، ان هنا هنلاقي ان التشويس بتاع الانتاسيد هو كان بيزود البايوافيلابيلتي، لا الانتاسيد بيقلل الاورال بايوافيلابيلتي للفلوروكوينولونز. طبعا هنا كان بيقول ان هي كونترا انديكيتد لو حد عنده هيباتيك او رينال، لا ده ولا هو نايزر هيباتيك او رينال ديسفانكشن اذا كونترا انديكيتد تو ذا يوز اوف الفلوروكينولون. برضو هو الفلوروكينولون ما بتستخدمش في علاج الانكومبليكيتد يو تي اي في التشايلد، لان احنا زي ما اتفقنا ان الكينولون بتعمل ايه، بتعمل ارثروباثي، فكونترا انديكيتد انها تديها البيشنت اقل من 18 سنة. فكده اللي التشويس الصح بتاعي هو التشويس letter D، ان هي one of the nucleic acid synthase inhibitors. السؤال اللي بعد كده بيقول female patient عندها 24 سنة كانت المفروض انها جاية من رحلة وعندها ايه travelers diarrhea. البروبلم بتاعتها ما كانتش مستجيبة ل anti-diarrheal drugs، والباثوجين لقوا انها عندها جرام نيجاتيف باسيلاي. which drug is most likely to be effective in the treatment of this patient؟ طبعا هنلاقي كلمه ترافلر دايريا ديت مشهوره قوي،
مع مجموعة الكينولون، أو بالأخص يعني السيبروفلوكسيتين، بيستخدم أكتر حاجة مع الترافلرز داري. فهنا بتشوفي عندي أموكسيلين ولا سيبروفلوكسيتين ولا سلفاسيتامايد ولا تريمسوبريم ولا الفانكومايسين. ناخد بالنا بس من حاجة، لو بتفتكروا مجموعة السيفالوسبورين، سيفالوسبورين أولها برضو سي والبريفكس بتاعها يشبه شوية السيبروفلوكساسين، ما نتلخبطش ما بينهم. مجموعة الدواء اللي اسمه سيبروفلوكساسين ده تبع مجموعة الكينولونز، مثلا زي سيفتراكزون، الحاجات التانية دي تبقى مجموعة السيفالوسبورين. فما نلخبطش منهم. هنا زي ما قلنا ان السكند جينيريشن فور كرينونز اللي هو السيبوفلوكساسين ده very effective في علاج الدايريا اللي بتسببها البكتيريا الجرام نيجاتيف بكتيريا زي الايكولاي والشيجيلا والسالمونيلا. تمام. بعد كده بنلاقي ان الاختيار كان عندنا اللي هو السلفاسيتامايد، ده كان topical agent اصلا بيستخدم في علاج ايه، في علاج ال eye infection، بيستخدم topical كده في ال eye infection. بعد كده trimethoprim على الرغم ان هو available as a single drug، ولكن ال resistance بتبقى rapidly منه بتظهر. بعد كده هنلاقي ان vancomycin كان من ضمن ال choices، ان هو has no activity against gram negative bacilli. فده يستلزم برضو ان احنا نعرف كل دراج وكل مجموعة بتشتغل على ايه، السبيكتروم بتاعها. لما جينا قسمنا الانتيبيوتكس في الاول قسمناها اكوردنج للسبيكتروم، وعرفنا ان في كل دراج ليه سبيكتروم معين شغال عليه، الجرام نيجاتيف الباسيلاي، جرام نيجاتيف كوكاي، الانيروبس، كل يعني كل دراج شغال على سبيكتروم معين. فبالتالي لازم اعرف كل دراج شغال على ايه بالظبط عشان اقدر لما اشوف كده كيس مثلا المسبب ليها باثوجين معين ابقى عارف اعالجه ازاي. هنا هنلاقي بيسأل على الميترونيدازول which statement is accurate. طبعا الميترونيدازول دوت مشهور قوي في الدنتال كلينيك اللي هو اسمه فلاجيل، او في دواء تاني اسمه فلاجيليت ده برضو ميترونيدازول بس مختلف في الكونسنتريشن. هنا الاختيارات بنقول ان هو هل هو بكتيري ستاتيك، هل هو اكت اجينست جرام نيجاتيف اورجانيزم اند انيروبس، هل هو يعتبر بريجننسي كاتيجوري بي، هل هو one of the cell wall inhibitors. الميترونيدازول اكتر حاجه، اكتر ستيتمنت لازم تعرفها عنه هو ان هو بيأكت against gram negative organism and anaerobes. تمام. دايما بستخدمه against gram negative والanaerobic infection. تمام. برضو الميترونيدازول يعتبر bactericidal not static، هو يعتبر cidal. وهو طبعا اكيد مش من يعني مش تبع مجموعة السيل وول انهيبيتورز. كمان هو يعتبر كونترا انديكيتد في البريجنانسي، يعتبر كاتيجوري دي. فالاختيار الصح عندي هنا ان هو اكت اجينست جرام نيجاتيف اورجانيزم اند انيروبس. بعد كده بيسأل على الكوتريموكسازول which of the following is the wrong statement. ناخد بالنا هنا ان الاختيار بتاعي هيبقى wrong choice. طيب مين هو الكوتريمكسازول ده الاول؟ الكوتريمكسازول ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن combination ما بين السلفا او السلفونامايد مع الترايميثوبريم. السلفونامايد which member فيهم مع اللي هو اسمه سلفا ميثوكسازول، يبقى سلفا ميثوكسازول combined with الترايميثوبريم يدوني حاجة اسمها كوتريمكسازول. تمام. الكوتريمكسازول دوت هنلاقي ليه شوية advantage كده عشان هو جمع ما بين الميكانيزم of two drugs اللي هم السلفر سلفونامايد والتريموسبريم، بالإضافة ان اداني synergistic effects او اداني ان هو بقى more potent، وان هو اتحول كل واحد فيهم لوحده اللي هو السلفونامايد والتريموسبريم كل واحد فيهم لوحده شغال بكتيريوستاتيك،
لكن الكومباينيشن ده هيبقى ايه؟ الاتنين مع بعض عملوا لي باكتيريسايدال افكت. تمام. طيب تعال نشوف التشويسز بقى، بنقول ايه؟ they are inhibitors of metabolic pathway of the synthesis of folic acid. الاختيار ده صح. طيب هل هو برودي سبيكترم؟ اه هو برودي سبيكترم. هل هو بيعمل الكومباينيشن ده او الكوتريبوكسازول ده عمل لي ديلي للبكتيريا ريزيستنس؟ ايوه فعلا ده من ضمن الادفانتج. بعد كده اخر تشويس بيقول هل هو بكتيريا ستاتيك؟ هنا نقف شويه وبنقول ان كل واحد فيهم زي ما قلت هو ستاتيك، ولكن الكومباينيشن اللي هو الكوتريبوكسازول ده يعتبر بكتيريا سايدل، فهنا التشويس الغلط هيبقى ان هو بكتيريا ستاتيك.